طبعا انت عارف ان خلاص النادي الاهلي اتاهل قبل النهائي على لاعب الاتحاد السكندري، والمباراه الاخرى اعتقد النادي الزمالك امام طلائع الجيش. ماتشين قبل النهائي دول، الاهلي مع الاتحاد والزمالك مع طلائع الجيش، وانت عارف ان يعني بطوله، والنادي الاهلي دايما بيسعى للبطولات. شايف يعني شايف مباراه الاتحاد ديت، يمكن نتكلم قبل اوانها شويه لكن كمان بنتكلم على بطوله، شايف مباراه النادي الاتحاد هتبقى عامله ازاي؟ لا، هي على طول مباراه الاتحاد والنادي الاهلي بتبقى مباراه قويه صعبه. صحيح. انا رحت الاتحاد، انت عارف ان لعبت في الاتحاد بتاع حوالي الاتحاد. ست مواسم او بالظبط. ست مواسم، فبتبقى ماتشات رخمه جماهيريه، وماتشات ليها اهتمام، وخصوصا ان ده دول الاربعه، لكن بيبقى في الاخر النادي الاهلي بيتفوق على الاتحاد. يعني لما تيجي ترجع 20 سنه ورا بتلاقي ان النادي الاهلي بيكسب الاتحاد على طول، يعني استثنى مثلا ماتش او ماتشين تاريخيا طبعا تاريخيا في صالح النادي الاهلي. لكن انت عارف ماتشات كاس يا كابتن، لكن كاس بتختلف شويه الاجواء والنتائج. احنا ساعات بنشوف بعض الفرق الدرجه الثانيه ممكن جدا في الدوري، مثلا في كاس انجلترا ممكن فريق من الشامبيونشيب ياخد الكاس. فيعني بس ان الاتحاد السكندري زي ما بقول لك، انا لعبت طبعا فتره طويله هناك، فريق كبير ومحترم، لكن هو هي فرقه كويسه. بس لو النادي الاهلي بيلعب فرقه درجه تانية بتبقى صعبه مركز. جدا. يعني لو هو بيلعبه في النهايه او قبل النهايه بتبقى صعبه جدا. يعني تعتقد مباراه ابو قير هتبقى اصعب من مباراه الاتحاد؟ الاتحاد اسهل. الاهلي والاتحاد بيبقى اسهل المباراه دي.